مرحبا بكم في هذا اللقاء الفني اللي معنا فيه هو الشاب والفنان أيوب مانوس. سي أيوب مرحبا بك. مرحبا بك انت وشكرا بزاف على الاستضافه، وكنشكرك سي احمد انت والعربي والاخ العربي، شكرا ميل فوا. سي أيوب، في هذا الاسبوع كان الطرح ديال الفيديو كليب ديال الاغنيه اللي هي جديده. في البدايه بعدا الشارع المغربي ولا الشارع الاكاديري كيتسائل شكون هو ايوب مانوز وشنا هو اللون الغنائي اللي كيرتاح فيه. ايوب مانوز 30 سنه، عندي بكالوريا باك فيزيك دوزيام اني، في باك بلس 2 جيستيون دي زونتربريز تكنيسيان سبيسياليزي، وتعاطيت لهذا ستيل الراي حيت من الصغر ديالنا كنغنيو حنا لا فامي كاملين الدار عزيز علينا الراي. سيوب، كيفاش كانت البدايه ديالك في عالم ديال الغناء وديال الفن؟ الصراحه ما عقلتش، ولكن ملي كنت صغير وانا كنت كنغني، ملي كنت صغير راك عارف كتسمع الدراري في الحي باقي صغير في لاج ديالك وكذا كتغني كيقول لك الدراري صحابك واو زوين صوتك شو غنيتي صافي. دونك ما كاينش واحد النهار جيت وقلت راه لقيت راسي مغني وكذا، جيت صافي بديت كنغني ولا فامي ديالي كيقول صوتك زوين العائله وكلشي صافي وليت كنغني. وكيفاش كانت الفكره ديال الفيديو كليب وديال الانتاج ديال هذه الاغنيه الجديده؟ هو الصراحه هذا الشيء ما كانش مدروس، كنت مع واحد الصديق ديالي وجالسين في الطوموبيل هكا ويطلق لي هاد لا شونسون تاع بالك، قال لي ايوب زوينه غنيت، قال لي راه قال لي جات مع لا فوا ديالك، ودرنا واحد السيلفي ديال سناب غنينا بها هكا، ومن بعد ولاو كيتفاعلوا معنا الناس بزاف قالوا لنا واو راه غنيتيها زوين ايوب، علاش ما دير شي حاجه ايوب، راه خصك دير شي شونسون ديالك وكذا. وقلت بلاتي نسجلها. شويه جيت مع الاخ ديالي في الطوموبيل غاديين كنتمشاو وانا نقول لي راه قلت لي راه داك سناب اللي درت وكاع الناس قالوا لي زوين وكذا اش خصك تسجل شي حاجه، قلت لي راه بحال وانا نمشي للدار انا هز البيانو، عرفتي في هذا الكونفينمون كنجلسوا غير البيانو وكذا، قلت لي غادي نجلسوا في الدار غنغني وانت صورني، قلت لي ولي حب فيسبوك غير نضحك، قال لي لا علاش ما تمشيش للاستوديو تسجل. مشيت للاستوديو دخلت سجلت، من بعد سمعوا الدراري صحابي قالوا لي ايوب خصك دير لي كليب وخصك كذا وطنطن، علاش انت ما تغنيش وعندك مؤهلات وكذا وانت راك عارف راسك كيبان لك ديما عادي، والدراري كيقول لي علاش ايوب ما تغنيش علاش. شويه صافي وكاينين شي دراري صحابي محمد القايد ومهدي ايتو فقير هادو اصدقاء ديالي، كاين المخرج والسيناريو داك اللي داري السيناريو، قالوا لي نصورو كليب، صافي صورنا كليب انت كتشوفه ده تبارك الله عجبك صراحه كليب زوين بزاف والاغنيه حتى زوينه بزاف بارك الله فيك سي احمد الله يعطيك الخير صوت مزيان بزاف بارك الله فيك الله يكبر بك. كسؤال اخر سي ايوب، كيفاش كتشوف الواقع ديال الفن وديال الغناء في مدينه اكادير خاصه بالنسبه للشباب وهذا وبمقارنه مع في المغرب في باقي الجهات ولا حتى المدن الاخرى؟ الصراحه ما نكذبش عليك، هو اللي خدم واللي تعب غيوصل، هو ضروري ما خصكش تبقى جالس وكذا بقى تقول انا كنغني وعندي صوت خصي يشوفوك الناس، دونك خصك دير كليب الاول الثاني الثالث الرابع، ملي تشوفها ماش دازت شوف شي حرفه اخرى. بالنسبه للمجال الفني واش لقيتي مثلا شي صعوبات، لقيتي تحفيز من العائله؟ كيفاش كان ردود الفعل ديال المقربين وديال العائله خاصه سواء في البدايات ديالك يعني فاش بديتي في المجال الفني والان من بعد ما شافوا هذا العمل ديالك؟ لا الصراحه ما كاين حتى، لا الصراحه فرحانين كاملين، لا صحابي لا خوتي لا فامي كاع بالعكس فرحانين، قالوا لك عجبهم الصوت عجبتهم لا شونسون، لا ما كاين حتى شي انتقاد زعما، ما كاين حتى شي انتقاد من العائله ولا دونك انت نقدروا نقولوا بحكم انك راك في عائله فنيه تبارك الله، بارك الله فيك ساعدتك في الانطلاق في المشوار الفني ديالك. قبيله وحنا كنهضروا هضرتي لنا بان الانسان في اي مجال خصو يتانسبيرا من الناس اللي هما كبار واللي واعرين بزاف. ايوب واش عنده مثلا شي قدوه في المجال الفني ولا شي شخص اللي كيتانسبيرا منه؟ الصراحه كاين واحد الارتيست يونس مونشاتو، الصراحه هو اللي فنان اللي كنشوفو دابا من هاد الفنانين اللي كاين موجودين دابا اللي تيعجبني بزاف ستيل وكاركتير ديالو، الصراحه واحد فنان واعر بزاف واعر بزاف بزاف وعزيز عليا وتنعرفو.
صديق ديالنا من شحال هادي، والصراحه كنفتخروا به. هذاك هو الارتيست اللي تعجبني لحد الان. سي ايوب، واش كاينين شي خطط، شي طموحات مستقبليه في المجال الفني ان شاء الله؟ شنو هما الطموحات ديالك في المجال الفني؟ كاين السي احمد، كاين واحد العمل فني ان شاء الله، واحد كنقول راس العام ان شاء الله غادي نكون ساليتو، الا غيكون واعر بزاف غندير ستيل جديد. حيت صراحه عاودت لك هذا الكليب هذا كي درتو، غير كنا ضاحكين، صدقنا في الكليب، صدقنا في الدار، دونك ما اختاريتش لا شونسون اللي بغيت اللي كتعجبني نيت. ان شاء الله غادي ندير واحد الفيديو كليب، واحد لا شونسون واعره اللي تعجبكم ان شاء الله. ان شاء الله ممكن تغني شي حاجه للجمهور ديالك ولا للفان ديالك عبر جيسس بليس. وليتي توقفي لي عمري في المنام، درت لقلبي انا بروبلام، نجي نقولها لك يتلف لي الكلام، بالك نسى عمري وانتي ما نساك، ديتي قلبي وعقلي معاك، كي داير قلبي بيساك، خلاك قلبك انتي يدير فياك، تبعتي الفاني عليا غواك، كي داير قلبي بيساك. وليتي توقفي لي عمري في المنام. بارك الله فيك اخويا احمد، الله يعطيك الخير. شي كلمه اخيره تبغي توجهها للفان، كلمه اخيره في هذا اللقاء. شكرا بزاف على الاستضافه بعدا نتوما وانت والاخ العربي، شكرا بزاف. وكان وعد الجمهور ان شاء الله اللي غادي ندير واحد الكليب اللي غيعجبكم بزاف. نموت عليكم.